يا اخي كاين واحد الله نوض يا قبل قلت لك ترمي تاعك واش ها شوف واش 140 فيني هلا ورحمه الله وبركاته واش عمي جمال صافا واش كاين يا خا وصلت كيفا على الكوارتو بيرمي اصبر اصبر دق نشوف شوف عمي جمال كان طالع لقدام وطاح هذاك الحال جا لقدام دقيقة عمي جمال دق نشوف قلت لي بيرمي 500,000 اصبر شو هاهم لا لا كارت ايه بيرمي الخينا عمي ما كاش دراهم دقيقة دقيقة دوك نعاود لك عمي جمال بسم الله عاد كاع العربيت كاش ما كاش دراهم يبان اخويا استغفر الله تهدا وين طلعت؟ انا هنا وين طلعت؟ هنا عطيتني البيرمي ايه عطيتك البيرمي سيدي وخمس ليام كيف؟ وين عمي جمال؟ استغفر الله ما لقيتش 500 ما لقيتش طلع معايا دوك طلعوا زوج استنى دوك نشوف بالك شنو انا بعيد عليك خونا العزيز ما البيرمي ما شتوش والله ما شتو البيرمي طلع معايا السيد هذا وين بعيد عليك البيرمي ما عطانيش 500 وانا كي شتو كبير خليته يركب في لافون سانتورا ما نحبش نديرها انا مريض اصبر بالك انت بالك قدام هو دوك نهضر معاه شكي هي ديتها هذا وين طلعت انت صديق؟ هذا وين طلعت ها انا عطيت لك بيرمي ها الزيد قدامك شاهد ها هو شاهد زيد عطيت لك بيرمي تاعك واش بيه؟ و 500 قال لك 500 تاعه وين انا بيه انا قلت لي بيرمي لهنا جبت عطيت لك بيرمي تاعك سيب واش بيك تقي مولاك ابو عمي تشوف فيا يا خونا يرحم والديك ما تشوفش فيا سيب شاهد انا التليفون تاعي 12 مليون خويا ما تكونش والله ربي يهديك يا خويا سبحان الله العظيم سيد شيخ كبير يا هو شيخ كبير والله العظيم اللي عطيت لك بيرمي تاعك واش بيه يا اخي راني قدامك فرش قدامك قدامكم شاهد راه شاهد السيد واش بيه تقي مولاك ابو محمد ترمي جبدهولك واش جبدهولك يا اخي كاين محطوط له هنا ونوض هكذا قلت لك ترمي تاعك واش بيه يا اخي كاين محطوط له هنا ونوض هكذا قلت لك ترمي تاعك واش بيه انا ما عرفتش المهم يا جمال تقي مولاك ابو محمد ما حبش يرجعهم السيد واش راح ندير لك دوك انا واش رجع لك السيد ابو محمد ما تخلصش يا محمد قدر روحك السيد راه شاف السيد محمد قدر روحك يقادر روحك محمد عطاني بيرمي واحد باش يعطيني دراهم واش راح ندير؟ عطيك انا دراهم اش بك سيد شاهد؟ قلت لك جبت بيرمي سي محمد راك تتهب في الناس انت سيد جمال قلت لك سبحان الله العظيم والله العظيم اتقي مولاك يا محمد دوك نحاول معاه بالك يرجع عملي دوك اش تحب؟ اش بك؟ اسمع سي محمد اسمع سي محمد قادر روحك انا قدامك اصبر عمي جمال خير والله ما ديتهم انايا قسما بالله يا عمي جمال يعني تعرفني انايا يا خي نصلي الفجر في الجامع السيد اللي طلع معايا هو اللي عطاني عطاني بيرمي والدراهم حطهم في جيبه وما حبش يرجعهم واش راح ندير دوك؟ في جيبيه دير دوك في جيبيه دير دوك في جيبيه اخونا ما تهمش ابو محمد ما تهمش الناس ما تهمش الناس الباطله اتهم عيبه واش بيك تهمش الناس الباطله ما تهمش الناس الباطله يا اخي شي تهاج ما تبير ما عطيتهولوش انا الفلمي ما شتوش انا نقول لك انت دير يسترك حكم 100,000 برك واعطي له الخا لا والله ما ديتو واش بيك يا محمد حكم 100,000 باش تصرفه وتسيد والله غير زوال تشوف حالته والله تعجب قسما بك اباك واش بعتي اتهام انا جبت لك بير ما عطيتهولك ما ترجعهمش ولا كيفاه كيفاه ما ترجعهملوش علاش نرجعهم عطيني يا ما يا انا نوريك فتش يا محمد انا والله غير هذا واش عندي ها دارك شخصيه لا ها ها واش عندي انا دارك شخصيه لا ها ها واش عندي انا ها شوف واش 140 فينيا باش تهم انسان لا فايده لك غلط تما ما تقدرش ترجع عملهم كيفاش او تحاسب عليها يوم القيامه يا انت يا هو تعملوا لك هرد معك ولا ديتهم انت ولا ديتهم انت ديروا سيستم ولا غير ديتهم انت صافي لي هرد روح لفلك ديتهم انت اه والله العظيم ديتهم انت عمي جمال ما عرفتش يرجع عملي السيد ما عباش دوك نروح للكوميساريه ونهضر معاه اه هاي داكو دوك نشوفوا انا نهضر معاه بصح علاش خويا كتب فيا انا نهضر معاه يا محمد هاك هضر معاه هضر معاه هنا هضر معاه وش هنا تقي مولاه علاش راني شاهد ما كان لا بروبليم شاهد واش بيه هضر مع السيد هضر معاه خلق في روحه السلام عليكم
انا سيدي انا طلعت بدا يهضر معاه قال لي بيرمي قال لي بيرمي جبت البيرمي عطيتها له سيبو هذا ما كان قال لي قال لي راك ديته ودو السيد راه شاهد معايا يا والسيد راه شاهد معايا السيد راه شاهد شاهد معايا انت جبت البيرمي عطيتها له يا واسمع يا وتحب اسمع نقول لك كلمه الاخرانيه انا ما ديتش انا ما ديتش ما ديتش وحبيت روح واش حبيت تشكشكي نروحوا للكوميساريه وين حبيت نروح نروح نورمال عادي انا ما ديتش قول له دق رجع مر رجع مر واش محمد تقيم ولك محمد احكم 100 اسمع 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 نقول لك كلمه الاخرانيه انا ما تهضر معايا ما نهضر معاك انا ما نعرفك ما تعرفني انا ركيب سيبو نحيلو الكاسكيت انا حلو جاوي المصباح هو يشوف لك معبات نحيلو الكاسكيت انا هو دمش كاسكيت باش نحي كاسكيت نحيلو هذا موسوس اسمع دوك نحيلو كاع انت مالك يا انت فيك المراك باش تتهمني باللي انا ديت لك هذه غير نساء انا راني صافي ما ديت ما والو صافي وين حبيت بارك الله فيك عباك راح نخلق دوك انا وتقلق والله العظيم على بالي بك دير خلص هنايا وماذا بك امشي ايه سي محمد ما تعيطش على حبابك امشي احنا ما دينا حتى حاجه امشي 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 الجهه دي يا محمد انا محمد قلت لك ما ديتش انا وريت لك على روح خلينا نرحم باباك والله غير مشتيك انت والله غير روح انا اسمع انا جيتي واش ندير بيهم على بالي واش ندير بهم يا محمد تقول هكا يا محمد انت وليد فاميليا برك حبيت نشوفك في رمضان في هذيك الكاميرا اسمع تقول هذي يا روسي ارجع عندنا 500000 احكم انت الكاميرا عارف كيف واحد الجيجلي تلاكسون تلاكسون دي بعطانا قولو علاش انا طلعت على نيتك صبحت على صباح ربي تهب بيا انا حاجه ما ديتهاش صح علاش نخاف خوف من ربي والله ما نخاف من حاجه انا حاجه ما ديتهاش روح اشكي على روحك وين حبيت نروح نروح انا وياك واش ملاصقتك انت باسنا الله يبان هذا المنبر حي لي الناس باسنا اخويا دوك الناس راهي تفطر وراهي تشوف فيه كلهم صحه فطوركم صحه فطوركم وصحه رمضانكم صحه رمضانكم وما تزعفوش علينا صحه عيدكم وما تزعفوش علينا اخويا يعطيك الصحه بارك الله فيك الله يسترك اخويا فوالا بلعقل 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 غير راح اهبط لثقبك يا اخو غير راح راح خلاص اهبط يا اخو اهبط السلام عليكم سلام سلام اخو وبالوين؟ اوه استاذ مال خوي وي راني حتى سلفت الصباح من عند عمي مصطفى 350 باش راح نخلص لك تريسيتي ما عنديش واش راح نقول لك انا ما كانش نتوما هكا غير تصرفوا تصرفوا الجوايز الزوج نخلصهم اي قول انسي شري الخبزه ما تعزموش عليا ما تدخلش بكري اه صح هذا وحاصل استغفر الله دخل السوبيرات واش راح ادير لك 100000 والله ما دير لك والو غلات المعيشه واش راح دير يعني. الله يجيب الخير والله ساعه فرق لا قلب ديرها جات على بعضها تريسيتي الماء تجي كلش على خطره الدجاج اللي نشتاقلو ناكلوه اشتاقوا شتيا هكدا ولا اكثر الانسان يحمد ربي وخلاص دول لا والله يجيب ساعه الخير يا الله ماك دول الله على كل حال ممكن تكون حتموت تحمد ربك كي يكونوا عندك الاولاد ثلاثة واش راح تدير ربي عينك يا انا اللي جان ما ناش نمشي سوا سوا ما واش نحسن صح هكاش يا اخو ما كاش اللي فينا امني ولا قعد امني ولا قعد دي فوا نتغدى الغدا تاع اليوم نتعشى به ونزيد نتغدى به غدوه ونتعشى به هاي بصح الحمد لله عينك يا اخو الله يكون معاك دواء الحلال يا ان شاء الله تاع الصح ربي يفتح علينا ان شاء الله اللهم امين اللهم امين برك الخضار هذا نعطي له واحد الامانه سمحوا لي دقيقه ياك معليش الله
Oh no! اني جيني شي ايه اجي طاكسي ماشي ها اخ ما انت ولا انت اه حبيبي اني دوك يجي معاه يا اخو ولا اه انا مع بيبي نشقى عند البوشي يا دوك يجي دوك يجي معليش خليه يجي وروح يا بيبي زوج دقايق خو معليش ورقه اللي تزامنا تامن يا تاعي لا ارزا انا مش كان قولي خوتي يا وما كنت انا يلا مش كاين واش كاين؟ الورقة اللي ديتها يا اخو وين راهي؟ كانوا دراهم هنايا تاع الورقة تاع تريسيتي وراها حاطي ياها حاط يا اخو يا اخو وين راهم دراهم؟ يا اخو تكون هنا اصبر 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 واش داير؟ اصبر 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 دقيقة دقيقة بالعقل ما تخافش اصبر دراهم تشوف اصبر 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 نعيط لابوليس نعيط لابوليس ما والو بالعقل بالعقل غير راح نهبط من ثقبك يا اخو غير روح روح اسمح لي اسمح لي يا اخو غير هبطوا بالعقل بالعقل اخويا عيط لابوليس انا على بالك معاه ما تعيطش لابوليس يا اخو هام لك دراهمك هام لك روح روح غير روح ريح 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 حمارك ريح حمارك علاش اخويا علاش 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 يا خاص مهدني نشكي ماك اجتماع في السيد خويا تسلمتهم ماك اجتماع فيه علاه ماك اجتماع في محبط اسمح لي نويكو شنو ندير اهبط راح راح يا اخو السيد بولاد ما تعتقوا العباد انا مريض وعندي سكر ونطونسيو نهضر معاك اهبط 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 غير اهبط يا اخو باسكو دوك دوك نهبط اهبط راح ما كان والو خلاص غير راح حسبي الله ونعم الوكيل فيك اهبط راح يا اخو راح 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 روح يا اخو انت مهبط ما جيت اهبط يا عمو خلينا نروحو باسكو دوك ندير له حاجه عيان اهبط راح عمي روح اسمح لي الله يرضى عليك روح حسبي الله ونعم الوكيل يا اخو تهبط ما تهبط اسمح لي عمي روح روح يا اخو روح 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 يا اخو خلاص روح لا حول ولا قوه الا بالله روح يا اخونا ديماري باسكو نهبط ندير له حاجه عيانة يا صبر صبر وش بيك يا لا تنسي يا اخو ما تقلقش روحك يا خلاص نجيب لك الماء ولا عصا خلاص خلاص ما تقلقوش ما تقلقوش لا حلي اصبر 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 يا اصبر 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 يا اخو نجيب لك الماء خلاص خلاص تفرق لي فاميليا الله يحفظك ربي يسرك وربي ينورها في وجهك خلاص روح يا اخو مزاج طالع يا سمح يا اخو مريض على باله حبيبي حبيبي خلاص هذا 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 ايه كمان يا علاش يا اخو علاش علاش والله على بالك الواحد راه ابيبري يا اخو والله ما عارف شي ما جبت يا اخو على بالك عارف شي اللي يدير كاميرا حوسين انت يا شي حوزين انت يا وليت حلو داوين انا نياض انا حموط عيني تلفت وانا نشوف سيد هضر معاه خلو صبرك معاه جرب كارط وبعد يا اخو غير سمح لي يا لا غير سمح لي يا اعطيني اللوجو انا على يا على الله يبارك الشكر طلع لي يا الله يعطيك الخير سيد ما سمعتو يهضر ولا دوما منا ما منا تلفت لي ايش قام تخلطه وزدت كملت عليها قعبك انا حسبالي كي سمعت كارت تاع ريسيتي وبعد سمعت لونغاج تاعكم واحد قلت بالك هو معاه صح يا اخو وبعد ديت السيد حبسك قال لك يا اخو صبر يجي مول طاكسي من بعد فكرت بيلك كان يهضر على دراهم قلت يا اخو كوارط اللي رفتهم وهذا ميساج حبيبي مالقري راك طلعت وكذا وراك تشوف وسط الهيكا ولا مانا تاعي خويا وقفت معايا بارك الله فيك يا سير بلا مزيتنا يا خويا صافي بلا مزيتنا ربي يحفظك يا خويا يا خويا نورمال ما فيها والو كما نوقفوا معاك يجي لي وقف معانا يا ربي يحفظك خويا دوك الناس يتفطروا وراه يشوف يقول لهم صحه فطوركم صحه فطوركم وصحه رمضانكم ما تزعبوش علينا ما تزعبوش علينا يا خويا اسمح لي اسمح لي خويا العزيز الله يبارك فيك.